تونس على سبيل بخير وعلى خير. معكم عمر هبدي بكير اخ علي. نقول لكم اليوم ان شاء الله واحد الكلمه روعه بير جديد. تفضلوا معي. هاد المزرعة تبارك الله ما شاء الله كتواجد على الطريق الساحلي ديال بير جديد، المساحة ديالها 1 هكتار، بغات تباع بالفراش ديالها صوف. تبارك الله ما شاء الله هاد الجمال ما بغاش يفرط فيه مولاه. وباش عجبتني فريمون في الصالة ديالها، وانت غادي للاسطبل كتلقى على الشمال لي بوكس ديال الطيور وديال الكلاب والبوكس ديال الحصان. اون فاس معاك كاين الاستابل اللي كيهز حتى 50 راس ديال الاغنام. كنلقاو هاد الفيلا الرائعة، لو كادغ لي فغيمون مانيفيك. انت اخويا بغيت تبرع لوليدات تبرع العائلة فمرحبا بك فهاد المزرعة. فالمسبح تقريبا في واحد 13 إلى 5 متر، والأرض بين 70 سنتيم حتى 1.80 متر. فيها كراج إلكتريك، وفاز معاك كاين غرس ديال الفواكه وأشجار الزيتون. طبعا نوريكم فيلا من الداخل، كتلقاهم في النيفو ديال لو ريتشوسي، تريبل صالون مع شومبر مع كويزين اونتيامون ايكيبي، حتى هي غادي على الجردة. المزرعة كتبعد تقريبا عن مدينة الدار البيضاء واحد 45 كيلومتر، وعلى جديدة 45 كيلومتر، ما بعيدش بزاف على البحر، يعني تقريبا عندك واحد 7 كيلومتر، و الطريق الرئيسية واحد 6 متر. راسك ما عندك مملكة ديالتك داير بها الصور. انا من عشاق فيرما الاخوان، ماشي مشكل ماشي مشكل، غندير المونتاج ماشي كما قلت لكم. الفيلا بغات تباع بالفراش ديالها، جيب غيصاغك ادخل يا مولاي مرحبا بك. الله على جوف هذا.